مباراة عادية عرفت أنا في 2018 في باريس مع لباريس بلي كانت مزوجة فهمتني؟ كيفاش أنا كعرفتها كيفاش مع لباريس مع لباريس بلي كانت مزوجة أنا كيفاش يعني أنت أنت دوك أنا كنت نتعرف بواحد الطفلة هنايا في أوروبا كنت نتعرف بواحد الطفلة ما نسقسيهاش أنت مزوجة مرتبطة عندك أنجيجي معك شي واحد ولا هذه ما نسقسيهاش كيفاش يعني أنت زعما ديريكت نعست معاها وما على بالكش باللي مزوجة نورمالمون ما عنديش باش نفهمك باسكو ما دخلكش الهضرة هذه باش حبك نقنعك أنايا ماشي المرأة هذه عرفتها في 2000 أنت لازم أنت لازم أنت لازم تبين للمشاهدين للعباد للفاميليا ديالنا تاع الجزائر واش من مشاهدين راك خمشتني وخمشتها أخو راك خمشتني وخمشتها خمشتني وخمشتها باش نفهم لا لا اسمح لي اسمح لي خويا طاهر انا درت لك انا درت فلوتي على الوجه ديالك على جال ما على باليش شكون انت ما على باليش واش تخدم انا خممت باللي تكون كشيف كشيكور كش واحد كبير في هذه العباد ما حبيتش نضرب معاك انت انا البروبليم ديالي مع بشرى العقل شيكور انا شوف يا شيكور على شيكور انا ما على باليش شكون انت يا انا دوك هذا اول خطره نشوف وجهك ونهضر معاك انا شفت التصويره ديالك ماشي انا خرجت جيبا باسكو بينتو انا ما درتلكش الفضيحه انا كاع شفتني الدنيا قاعده تطلي انا ما درتلكش الفضيحه ليك انت يا هما اللي خرجوا التصاور ديالك هما هي بشرى العقبي هذه البنت الجايحه هذه الفايحه هي اللي طلع خرجت التصاور ديالك وخلاص هذا زوجي ما تهضرش فايحه ولا ماشي فايحه راهي وليا كنت خرج معايا وبيني وبينها صرا مشكل هكذايا المشكله هذايا بيني وبينها انت ما كنتش نورمالمون لو كانت بنادم متفهم ما ديرش عفايس كيما هادوما باسكو حرام عليك وراك تقبتني وتقبتها ونقول لك حاجه انا ما نطلقكش وهذيك تاع مراه مزوجه وتخرج معها هذيك ما دخلكش والمراه هذيك عرفتها ما عرفتهاش باللي مزوجه انا عن بالي مطلقه فهمتني خرج معاها قالت لي باللي انا مطلقه وكنا كيف وعرفتها في 2018 اوت 2018 وانا معاها فهمتني وما عرفتش باللي طلقت في مارس في مارس اللي طلقت بها هذوك درت لونكيت ديالي باللي خرج في مارس واش عارف انا لو 27 يعني ولا 29 يعني ولا 30 على باليش باللي طلقت معليش اسمعني يعني انت حبيت تقول لي انت عندك من اوت 2018 ها بال 2018 هي طلقت نعم. هي طلقت في مارس 27 في اخر ايام مارس ما على باليش في مارس 27 ولا البريمير 2019 طلقت هي دارت الطلاق 27 هي حوس في جوجل حوس في جوجل ولا في اليوتيوب ولا هذه يخرج لك هي طلقت ب 27 مارس تاع 2019 يعني انت بقيت معاها قريب الخمس ست شهور وما على بالكش باللي مزوجها اسمح لي راك انت راك تنعس مع وحده مشهوره كيما هذه ممثله مشهوره في الجزائر كاع جاميد حوس في جوجل مزوجه ولا مطلقه ما دخلكش بيني وبينها ما عندك ما تدخل في روحك انا فهمتني نعطيك نصيحه هي قالت انت تحكي عليها هي قالت انت زوجها كيفاش تتزوج وحده مزوجها ما فهمتش مش مزوجات واش مزوجتني مزوجك شو وين مزوج عطاوك ليبريد فامي جبت لي لاك دمارياج ليبريد فامي ما مزوج ما كانت مرتي ما كنت نفتح معاها انايا ما تفهمناش صح عرفتها كنت نزوج بها ما تفهمناش بيني وبينها ربي سهل عليها وانا ربي سهل عليا هذيك وليا يعني عندها بنات يعني ماشي امور ديرهم هكذا في الفيديو يعني خويا ما فتحتش عليها انايا ما فتحت ما تزوجت بها والو جاب ما فتحت عليها وين تزوجت بها كيفاش متزوج عندك عقد كيفاش تلاقيت باباها كيفاش تلاقيت باباها انت ماشي مزوجها ولا هذه كيفاش تلاقيت واش دخلك تلاقيت باباها كنت نتزوج بها تلاقيت باباها باش نهضر معاه فهمتني باش ندير يدي هذا ما كان باش ندير يدي عليها نورمال هذه باش ندير يدي باسكو انا كنت بالحلال تناويها هذا ما كان باش نسطرها وعلى حبستو بينها اخي ما دخلك كيفاش بينك وبينها انت داير قضيه عليها في الشرع انت داير عليها قضيه انا الحقلي اللي بعث لي الفيديوز هو اللي بعث لي الفيديوز من الجزائر قال لي باللي انت بعدين عرفت كي درت الفيديو على بالك البارح وصلتني الهضره قلت لهم هذا طاهر شكون هذا قالوا لي بلي طاهر هذا داير عليها قضيه في المحكمه الشرع انت رافع عليها قضيه تاع ويش انت واش القضيه قضيه طلاق ولا قضيه ويش واش متلاقه شكات بيا واش كيد بيها بينو بينها فهمتني هذا ما كان وش الشكوى وش بيها انت انا الحقلي انا ما على باليش مانيش متاكد انا الحقلي هضره باللي انت شفت وانا يا ماما ما قلتش نعطيك الشكوى انا شوف انا ما عندك ما دخلك وما ما عندي ما نقول لك فهمتني بصح نحكي لك شكوى هذه المره كيحبسنا كان بينات دراهم قلت ارجعي درامي
قالت لي اوكي ندعك درهمك على شهر، شهر شهرين ثلاثه بعد لها دي ميساج باش ترجع لي درهمي، ما حبيتش ترجعهم لي. بعد قالت لي ما تزيدش تعيط لي باسكو نشكي بيك. قلت لي واش تحبي تشكي؟ نشكي. رحت شكات بيا، فهمتني؟ رحت عند واسمهم لا جوندارموري، شكات بيا وجاني خبر باللي شكات بيا، ما يعرفوش كذبت عليا. قالت لهم باللي فيرق لي فاتوره ودوموند لي في دراهم. انا حكمت بمحامي، هضرت معاه قلت له واش كاين، قال لي وهاد التصاور كيفاش؟ قلت له واش متصاور؟ تصاور كنا كيف كيف، كانت بعت لي تصاور من دارها، وكانت كي كنا كيف كيف كنا نتصوروا هي لعبالها، وكانت تصور هي كانت تصور فيا ونتصوروا كيف كيف دي سوفينير، فهمتني؟ كنا نتصوروا دي سوفينير. قال لي وهاد التصاور ما عندك؟ قلت له ما عندي. قال لي بعث لي فيشي، بعثوا لي فيشي كومبلي باللي تصور ماشي انا اللي ديتهم لها، هي كانت بعثهم لي بالتليفون تاعها بلا دات بالتليفون تاعها، هم عند المحكمه بعتهم في شي كومبري، بعت لي تيك توك للمراه هذه كيفاش كانت تعامل معايا. انت انا يبان لي ما على باليش، لا ما نقدش نقول لك راك تكذب عليا ولا راك تهدر صح. انا الفيديوهات اللي خرجوا من بعد، انا كي خرجت الفيديو ديالي خرجوا بواحد الفيديوهات قالوا باللي راك تضربها وراك قتلتها وراك كنت مزوج فيها، وخرجت ولا نضربها. انا سونغينا، انا واش تشوف فيا نضرب؟ اسمعني، خرجت واحد الفيديو